الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ها نحن نلتقي مرة أخرى مع سلسلة حلول تمارين حالة الحركة الدورانية، دائما خاص بشعبة الرياضيات وتقني رياضي. هذه المرة راح نحل التمرين رقم 12 الموجود في الكتاب المدرسي. قال لك يبقي قمر اصطناعي أرضي ثابتا على الشاقول المار من نقطة محددة على خط الاستواء، يعني نقطة محددة على خط الاستواء. يدور هذا القمر على بعد 36,000 كيلومتر فوق سطح الأرض، يعني 36,000 كيلومتر فوق سطح الأرض. نصف قطر الأرض عند خط الاستواء يساوي 6,400 كيلومتر. المطلوب منا أولا حساب سرعة الزاوية للقمر الاصطناعي، ثانيا قال لك ما هي سرعته الخطية. انتبه معي، لاحظوا معي في الشكل هذا البسيط حتى تقدر تنجز هذا التمرين. ها لاحظ، أعطاونا نصف قطر الأرض عند خط الاستواء، يعني عند خط الاستواء مثلا، يعني بشكل تقريبي، يعني هذا بالاخضر من حتى نصف قطر الارض، هذا حتى ما تغلطش في انجاز التمرين. لاحظ، عطاونا 6,400 كيلو متر، يعني من مركز الارض الى سطح الارض. ها لكن القمر الاصطناعي هذا يدور على بعد 36,000 كيلومتر فوق سطح الأرض، يعني من حتى لهنا. انتبه، من حتى لعند هنا هكا واش نقولوا 36,000 كيلومتر. لاحظ، إذن أولا طلبوا منا حساب السرعة الزاوية. إذا حتى يبقى هذا القمر الاصطناعي ثابتا على الشاقول المار من نقطة محددة على خط الاستواء، فإنه يجب أن تكون السرعة عفوا السرعة الزاوية للقمر الاصطناعي هي نفسها التي تدور بها الأرض حول محورها. إذا السرعة هنا تصبح السرعة الزاوية اس ساتيليت تساوي السرعة الزاوية تي لاتير. إذا السرعة الزاوية تاع قمر اصطناعي رمزنا لها بأس ساتيليت تساوي السرعة الزاوية تي تاع الأرض. إذا السرعة الزاوية تساوي، مادام متساويين نكتبوا السرعة الزاوية تساوي كعادتنا 2 بي على تي، مثل ما شفنا العلاقة هذه في الفيديوهات السابقة. إذا ماذا تساوي؟ تساوي ما تساوي 2 بي على 86,400. وقتاش شفنا هذا 86,400؟ يعني وقتاش حسبنا الدور تي؟ حسبناه لا تشفوا النهار اللي جاوبنا في الفيديو الاول، وقلنا احسب السرعه الزاويه لدوران الارض حول نفسها، او احسب السرعة الزاوية لدوران الأرض في المعلم المركزي الأرضي، وكنا حسبنا تي يساوي 24 ساعة في 3600 ثانية، في كل ساعة صبنا 86,400. إذا السرعة الزاوية للقمر الصناعي تساوي السرعة الزاوية للأرض. إذا نستعمل تي نفسها تاع الأرض، هي الدور تاع الأرض، 86,400 ثانية. يعني القمر الاصطناعي كذلك ينجز دورة واحدة مثل ما تنجز كذلك الأرض دورة واحدة على نفسها. إذا 86,400 شحال عطاتنا؟ عطاتنا نفس الشيء، نفس النتيجة اللي صبناها مع الأرض، اللي هي تساوي 7.27 في 10 قوة ناقص 5 راديو على الثانية. لاحظ نفس الناتج. الآن نأتي ونحسب السرعة الخطية. السرعة
الخطية. التمرين سهل جدا جدا، يتطلب منك شوية ذكاء، خلي الشكل هكذا وانتبه معي. إذا في، قلنا في تساوي ار اوميجا، هذه العلاقة اللي كتبناها في الدرس. إذا ار هنا وراهي، ار هي هذه كامل، انتبه، ار عندي هي من حتى لهنا اللي بالاصفر كامل، فيها الاخضر وفيها الاحمر، انتبهت على ده؟ رسمت لك الشكل في البدايه، يعني ار تي لو ريون دو لا تير، نصف قطر الارض، زائد اش، زائد اش اللي هو اش، هو هذا من حتى لهنا، هذا هو الاش، وهذا هو الار، ار تي. ها في ماذا؟ في الزاوية هايلك، صح. إذا واش قلنا؟ أو عفوا السرعة، زاوية. إذا في يساوي، لاحظ، 6400 زائد اش اللي هو 36000. انتبه، كيلومتر كيلومتر، انتبه. اذا هنا اذا جمعنا مجموع نصف قطر هذا وهذا والطول، هذه المسافة هذه راح يكون لنا بالكيلومتر. اذا نضربه في ماذا؟ في 10^3، في 10^3 باش يولي لنا بالمتر، باش يولي بالمتر في الزاوية المركزية اللي صبناها، هذه 7.27 في 10^-5، أشعر تعطينا النتيجة. هنا دير هذه الرسوم بين قوسين، اضرب في 10^3 في الحاسبة، اضرب في هذه، اضرب في هذه، رجع هنايا 10^3، 10^-5 اصبح لنا 10^-2. اذا اعطتني في الحاسبة عندي 3082.48 متر على الثانية. تقدر دير غير 3082 وتنحيها 48 كيما تحب. لو مثلا طلبت منك قلت لك اعطيها لي بالكيلومتر على الساعة، السرعة الخط يعطيها لي بالكيلومتر على الساعة، اذا كيف راح تدير التحويل؟ وبيا لا كونفيرسيون من الكيلومتر على الساعة الى المتر على الثانية، او العكس، من المتر على الثانية الى الكيلومتر على الساعة. ذكر، إنما الذكرى تنفع المؤمنين، لاحظ التحويل كونفرسيون، انتبه، تابع معايا مليح وكتبوا هذه باش مرة أخرى تحول. 1 كيلومتر على الساعة، يعني هذا نقصد به 1 كيلومتر على ساعة، هكذا تساوي ماذا؟ إذا حولناها للمتر، يعني في 10^3 تساوي 1000 متر على الثانية، 3600 ثانية. إذا اختصرنا الأصفار هذا وقسمنا 10^3، 6 راح تعطينا 1 على، أو الصفر الثاني على، 3.6 متر على ثانية، صح. إذا هنا باش نحول مسافة مثلا إكس، أي مسافة إكس، إذا لتحويل، لتحويل مسافة إكس من مسافة أو أي وحدة،
احنا كنت مثلا مسافة ولا سرعة ولا أي من اللي يهمني تحويل، ما يهمنيش هذا الكلام. إذا من مثلا الكيلومتر على الساعة إلى المتر على الثانية، هنا واش ندير؟ على الثانية أي ناقص واحد. هنا واش نستعمل؟ هنا نقسم إكس هذه على 3.6، نقسم إكس على 3.6. الحالة الثانية لتحويل مسافة أو قيمة إكس، عفوا إيكراك، نديرو من أحسن إيكراك، أنا من أحسن نقولو قيمة إيكراك من المتر على الثانية إلى الكيلومتر على الساعة، هنا نضرب إجراك في 3.6. أنت أنا عندي في التمرين هنا عندي المتر على الثانية وحبيت نحولها إلى ماذا؟ إلى الكيلومتر على الساعة. إذا في، لاحظ، تساوي 3082.48 في اللي هي إجراك، قيمة هذه مضروبة في 3.6 تساوي، شحال أعطتني؟ أعطتني 11096.93 كيلومتر على الساعة. هتشوف شحال كيلومتر على الساعة. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل، هذا الفيديو الرابع لحلول التمارين، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.